مناسبات لغو تاغير ايه ريزل وزارها عصوب دولد دا صوماليا ايو مدحوين فرماتشو ايه كرد عضي ودنكا سويزرلان وريه انا دلمر ايه فافاين تاوركن دلكاسي سويزرلان نوغا صدرين حفلت سيهر سره لوسو اغا سيميو لغو تاغير ايه مدح دا سره دلكا اسلامر كان تاغير دقالي لغو فيدين ايه دادك صوماليات او اي ساميسي ابارتا ايه لغو قبطي مغالة دا جينيفا ايه دالكا سويسرلان مناسبت دان او اهد ميد اي سو قبان قابيين بلشة دا صوماليات ايه كونول دالكا سويسرلان ايه سيدو كالي وحاكا سو قايب غالي شعب صوماليات كوا او كالي ميد داما لح ايه لباتانك قبال ايه او كومي يحاي دالكا سويسرلان لمان تدكي كهالله مدشا عيا وحي آدو تاقيرين دورة شادا مدحوين محمد عبدالله محمد فرماجو إيو سو مقعابيس تاريز الوزارة حسن علي قيري سيدو كلا وحي كو باقين إن تاقير دك دك آل لقارو تدكا سوماليات أو أي كو هبستي أبار تباعان أي كجرتا قدا هدالك سوماليا هدوا كوان قار كترسن بلوشادي سوماليات دي كهدشي حفلة دا لغو تاقير يا مدحوين محمد عبدالله محمد فرماجو رئيس الوزارة حسن علي قيري إيو قدومياشا لبدا أقل إيه دالكا آدي آد أياتو باد سنتهين دمان سيدا شرف تالي إيه قيمة علي أرنوغاق بشير أما أدوتي مالي إنان معنى تاقير ودرنو دولة ديني دالك سوماليا كأوروطي سيدة دي فبروري labadan iyo 17ka oo aynu ku dooranay ama ahayn doorashadii shacabka mudane madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo waxaan leenahay guuleysto waxaan kaloo mahad gaar ah aan u direynaa ra'iisul wasaareena mudane xasan cali qayre sidii macnaha uu madaxweynaha dalbaday inaan isla markaa caawo taageero iyo taaqulayn iyo tabaruca u fidino walaalaheen ay abaaraha saameeyeen haddaad uga qayb galaysaan jacaylka aad u qabtaan ummadda soomaaliyeed cizigeeda iyo sharafteeda waad ogtihiin cizigu waxaa lagu gaaraa midnimada midnimaa lagu gaaraa far keliya fool ma dhaqda ayaa khudbadii lagu bilaabay قف كليا وحما قبته لما انتين يرئي يوين علومة هي عامة دعاة هلا بديو دولتنا هلا دعاية وجهة أولا هل كان أولي من بحواي إلا أن تاينو لم جدوا من بحواي إن لا أعوكم ورالينا وكل ما تيسن ضلك طلبنا وعوائي إن أنت لأنه دولد عصر عصر مرتضى أيامها قومك يا حراتك يا قاجد عبارها أملك يا لباتها ورقد عن قبو إذا كمانت يا أمورا عيسوبري ظروفها ساقي وحنا يا قومك إذا أمسيني أنا والله أنا دوكتور.
dooyinka iyo maxay ahaaday wasaaradda waxbarashada loo dayactir ummadda soomaaliyeed meeshaasay dhallinyaradeena ka dhargeysaa shaqo bannaanka uguma baahnin shaqo bannaanka uguma baahnin dowladda ha jirto ha joogto aad baad u mahadsantihiin walaalayaal maanta halkan waxaynu isugu nimi laba qodob labadaa qodob oo ah taageerid aynu taageerayno dowladdeennii iyo abaaraha jira ee dhibta badan abaarta maanta jirta cidna loo sheegi maayo waad ogtihiin magaceedana waxaa la yidhaahdaa cidi iigama darna cabdikhani cali dalmar telefishinka kalsan tv magaalada jineefa dalka switzerland